زي مصور معصوب بعد يا سلام الحمص ما شاء الله تبارك الله الافطار. بس شوفوا العيش قديش يا ناسو، شوفوا ما شاء الله 4 حبات، يعني الامور طيبة ما شاء الله. مع الاجواء هنا نطلع نشوف الربيع ما شاء الله. طبعا وصلنا جدة، وصدفة جميلة مع الاستاذ محمد النزاوي الجهني، يعطيك الف عافية. الله يحييك، يعطيك ربنا. ان شاء الله احد على صعود يا رب يا رب. شفنا الصفقات الجديدة ان شاء الله قادم اجل ان شاء الله، يعني السنة احد ان شاء الله بصعود ويا رب ان شاء الله. يعطيك الف عافية والله. والنايب ما شاء الله تبارك الله يسلمك ويخليك ان شاء الله. تعال نطلع ابو عبد العزيز. هلا، وين رايحين يا شيخ؟ ان شاء الله دحين نوريك اللاونج اللي موجود في مطار الملك عبد العزيز. حلو، تجد الوجهه. وين رايحين؟ ان شاء الله على دار الحي، يعني دبي دار الحي. ونقول بسم الله ونتوكل على الله. تهدئات اعصاب، نشيك السخانات. ملح، فلفل اسود، ايش هذا يا ابو عبد العزيز؟ هذه بطاقة المترو. بطاقة المترو بكم؟ تستخرجها ب 25 درهم وفيها 19 درهم تستخرجها، يعني هذه قيمتها 6 درهم وفيها 19 درهم، المشوار يكلف 5 درهم 4 درهم وترجع تشحنها. يا سلام. والدرهم كأنه ريال. وصلنا دبي بالسلامة. طبعا في خدمة جدا جميلة، أول ما نوصل الإمارات مع ختم الجواز يعطوك شريحة فيها 1 جيجا تخلص أمورك، تتصل على اللي يستقبلك. خدمات والله حاجة حلوة بصراحة، عجبتني. كل واحد يشوف الأوتيل وين مكانه، يعني الأوتيل فين تبعنا؟ برشا ولا؟ ايه برشا قريبة من المركز. البرشا وين ما في لوحة ثانية. وصل المترو. يلا جبل علي ابو ظبي الاتحاد، شوف كله مكتوب هنا. يلا نقول بسم الله. وصلنا السلامة. نشوف ميلينيوم البرشا.
طلبنا اوبر وصل اوبر. Do you need a receipt? No, no. Thank you. Ready, brother? Yeah, This one. كم أبو عبد العزيز من البرشة؟ 42 يعني 42 درهم. 42 وليد زيته. أمورك طيبة. أمورك طيبة. من السيارات المميزة بصراحة هذه السيارة بالكهرباء. شوف الباب كيف انفك، شايفين سيارة بالكهرباء، شوفون لايك سيارة بالكهرباء مميزة ما شاء الله تبارك الله. طبعا الشحن يمشي 400 كيلو، شاشة ويوتيوب نوتفليكس. شايفين؟ يلا باي باي. والله ما شاء الله عجبتني. وطبعا شحن الكهرباء بال طبعا خلصنا اجتماعات ودوبنا داخلين، وابو عبد العزيز مظبطنا بالقهوه التركي. الله يعطيك الف عافيه والله حبيبي. بس ما شاء الله الفندق كل شيء عندنا هنا في اللب. خدماتك بين يديك. يا سلام. أنت في دبي. أنت في دبي دار الحي. والله بس الجو تراني يا أخوان رطوبة. يعني شوية رطوبة. واللي يلبس مناظر والله غير نظارة تتغبش هنا بسبب الرطوبة. شوف ما شاء الله. كل هذا في الاستقبال. أهم حاجة عندي في كل فندق المسبح، بس عاد من الصبح قلت الصبح الواحد يسبح أموره طيبة طيبة. بكرة جمعة ولازم الواحد إيش ينام بدري، بس نضرب الكوفي الأمور طيبة. كل هذا الجمال داخل الفندق.